السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر الصابرين. الحمد لله القائل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإياك يا الله نعبد ونستعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وصاحب الحوض الكوثر والمقام الأطهر، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة والآباء، أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اختلافاتنا مع السلفية الحديثة شرقا وغربا على أصل اختلافاتنا مع السلفية الحديثة على أصل، وبذلك تبين فيما بيننا الفصل. السلفية الحديثة أيها الإخوة المؤمنون إنما هي تأسست على كذب وخيانة، على افتراء وادعاء، هذا ما ثبت لدينا، أن هذه الفرقة فرقة تأسست على كذب وخيانة، على أكاذيب وأباطيل، على افتراء وادعاء. وجاء الشيخ الألباني فقطع بسيفه الفتاني بأن في صلاة الليل لا تجوز الزيادة على 11 مهما صحت الأقوال والأدلة، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله، وسبحانك هذا بهتان عظيم. الزيادة يدعي الشيخ الألباني أن الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل لا تجوز، هذا كذب وافتراء على الله ورسوله. وقد ثبت بأحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى أكثر من 11 ركعة سوى ركعتي الفجر في ليلة واحدة، ثبت بأحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. وادعي هذا الشيخ أن الزيادة على 11 ركعة لا تجوز، سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول الشيخ الألباني، وكتبت رسالة في هذا الموضوع وسميته السيف البرهاني في الرد على الألباني. يقول شيخ الألباني في كتابه صلاة التراويح: اقتصاره صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يدعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر على 11 ركعة. يقول: اقتصاره صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة
دليل على عدم جواز الزيادة عليها، كتابه صلاة التراويح صفحة 22. وإليكم بعض الروايات زاد فيها عدد الركعات وقد صلاها النبي الحبيب، فهل من مجيب؟ ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وعندما أقول ففي الصحيح أعني صحيح البخاري، ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعات خفيفتين. صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب ما يقرأ في 2 ركعات الفجر، حديث 1164. الحديث الصريح: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل 13 ركعة سوى 2 ركعات الفجر، يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعات خفيفتين. فينبغي أن يسأل الشيخ الألباني: ما فتواك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي صلى 13 ركعة في ليلة سوى 2 ركعات الفجر؟ لذلك قلت أيها الإخوة، السلفية الحديثة إنما هي بنيت على كذب وخيانة، على افتراء وادعاء. يقول اختصاره، يقول الشيخ الألباني اختصاره على 11 ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها، ولم يقتصر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على 11 ركعة. الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ما كان يزيد ولا ينقص، رواته السيدة عائشة، وهذا الحديث أيضا عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعات خفيفتين. فقد صلى الحبيب أكثر من 11 ركعة سوى 2 ركعات الفجر. وفي صحيح مسلم عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى 2 ركعتين خفيفتين، ثم صلى 2 ركعتين طويلتين، ثم صلى 2 ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. فذلك 13 ركعة بالوتر سوى 2 ركعات الفجر، 13 ركعة. ما فتواك يا الشيخ الألباني على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل ما فعله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم غير جائز؟ وفي الصحيح في باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما، في صحيح البخاري، يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى 13 ركعة، 13، فصلى 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ، في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم أيضا.
وفي سنن الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. أيضا كلمات هذا الحديث صريحة. وفي سنن أبي داود وصححه الألباني أيضا عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر بسبع أو كما قالت، ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة. وفي سنن الترمذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. أيضا دليل على أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم صلى أكثر من 11 ركعة سوى ركعتي الفجر. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي أيوب، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتى حاجته، غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت فقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يميني، فتتامت صلاته، أي فتكاملت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وجعل لي نورا. قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. فهذه 8 أحاديث صريحة المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى أكثر من 11 ركعة في ليلة سوى ركعتي الفجر. ويفتري الشيخ الألباني على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه اقتصر على 11 ركعة. ويفتري أيضا عندما يفتي أنه لا تجوز الزيادة، لم يقله أحد من أئمتنا أنه لا تجوز الزيادة، الشيخ الألباني إنكارا 20 ركعة في صلاة التراويح يفتي بعدم جواز الزيادة على 11 ركعة، ويفتري على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة أعلاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى أكثر من 11 ركعة دون ركعتي الفجر. والقول بعدم الجواز في الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل قول لا أصل له، أساسه الجهل، بل افتراء على الله ورسوله. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا، وجعلنا سببا لمن اهتدى، وانصرنا وانصر بنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.